مرحبا لكل مشاهدي موقع الفن. للحقيقة ضيفتنا اليوم جدا بحلقة خاصة رح تخبرنا كتير أخبار، يعني حماسة بخليني حب الحياة أكثر، حب المهرجانات أكثر، حب الغناء أكثر، حب التمثيل أكثر. أصلا هي محترفة بكل هالمجالات، أكيد عرفتوا أني عم بحكي عن نيكول سيبا. نيكول يعني يغزي العين عنك، عن جد ما بينشبع منك، يعني واحد وقت يحضريك بحس أنه هلأ بده ينبسط بحياته، ممنوع يحبط، ممنوع يزعل، ممنوع شيء. ممنوع أكيد، لازم نضلنا مفعمين بالحياة وما بال يعني إذا الحوار مع حضرتك، يعني شو بدي أحب أكثر مني؟ إحنا عشرة قديمة مثل ما قلنا قبل بأول المقابلة، وأنا عندي محبة كبيرة لإلك واحترام كتير كبير، وأنا فخورة فيك أنه أنت مثلتينا نحن اللبنانية بمصر وبلبنان وبكل أنحاء العالم. من كل قلبي. هلأ خمنون عم بختم، لا أنا عم بفتتح تنكمل حديثنا. نيكول فيلك كول. نعم. خلينا نحكي شوي عن هالغنية الجديدة، عن جد يعني بتغيبي رجعتي بغنية كتير قوية، عرفتي على قد النطرة. بدي جرب شبهها لغنية من أغانيك اللي كتير ناجحة، على قد النطرة عملي أحلى من كل الباقيين. أنا طبعا كده، أنا طبعا كده وبحبي كده. بس بتعرفي الكليب كتير قريب لموضوع الغنية، عادة بنشوف مثلا غنية الكليب بميل ستوري بورد تبعيته والغنية بمال. هيدا اللي أنا دايما أفتش عليه وما بقبل أنا، وبزعل وما بحب لما بلاقي أوديو غنية ما بيشبه الكليب. يعني بتلاقي مثلا بيكون غنية بوب وبيت بحط لك أو مقسوم بده يحط لك عليها مرة طلقت زلمة أو عم تاكل يعني ضرب، شو جيب لجي خي؟ ما لازم الفيجوال السمعي لازم يكمل البصر، يعني شو بيقولوا البصر لازم بصري يكمل بعض، صح؟ سمعي. فمن هيك أنا بقعد بنطر، ومن هيك بفكر روح عند ناس كمخرجين بكون عاملة ريشيرش وشايفة شو مقدمي، بحس انه عنده توجه او قادر انه هو ياخدني على انه يكمل لي الفيزيوال تبع الغنية. طيب هلأ من جرأة نيكول سيبا قعدت عكتي فيتو للزلمة هو عم يعمل بوش اب، يا حرام والله خفت على كتفه ينكسر. صدق انه كنت انا عم بعمل رياضة عقجرية اطلع وانزل، انا رياضية يعني حتى ما اقعد على كتفه، بعدين عادي يعني نيتهم نيت يعني ليك انه شو قد ما عم نشوف وقفت على هلا انه اذا انا قعدت بلقطه عم نعمل لايك سكواتس او واتفر ليك حسب واحد وقفت كيف بشوفه. على هاي هلا هاي الجرأه انه طب انه ما حسب واحد كيف بشوفه، انه ما عليه يعني اللي عم نشوفه بكل شيء صار انه بتعرفي انا كيف شفته بركي لانه انا اللي بقدمه ايه قد ما بيكون محبوك ومنه مبتذل بيستفزهم فبيوقفوا عنده، هذا شو صار بيبسطني ما وقف بيزعلني. طيب أنا بتعرفي كيف شفتها؟ كيف؟ عاملي مقابلة لواحد بيشتغل يعني بطل مصارعة بالاي او بي، قال لي أنا صرت بعمر السبعين بحمل اثنين من ولادي على ظهري وبقدر أعمل بوش أب. هلا أنا بالنسبة لي ذكرتيني بهالشيء صرت أقول أنا شو هالقبضاي، مش هيك عم بقول لك يا حرام هو قبضاي ولا لأ؟ قصدي هيدي يعني لقطة كم ثانية منا يعني. طيب ليش هي أكثر وحدة علمت عند الناس نيكول؟ لأنه مثلتها منيح، لانه استفزيتهم قد ما اتقنت الكاركتير يلي كنت عم بعمله باللقطه استفزهم لانه مثلته مزبوط. شفت كيف وطلعت في الخال بالكليب؟ ايه هيدي فكرته هو وإلي فهد. لا بس حلو شو مبسطت فيه، ما معي خبر، هيدي كانت اخر لقطه بالكليب قبل ما نقول فركش، ففجاه بقول لا بدليل انا يعني ما عاد هو فايد مش عاملين حسابنا، وشو حبيت شو طلعت عفوية وشو طلعت يعني لو عدناها ما بتطلع لك وحلوة اللقطة وعملت يعني الناس كتير حبت ولابقة كول. بتعرفي أول ما تجوزت أنت يوسف الخالي بتعرفي شو سمعت أنا هيك ناس حكيت؟ نعم. قالوا إنه بكرة يوسف رح يفوت على السوق المصري بالمسلسلات من خلال نيكول سيبا. ما شفني ما شفتكم اشتغلتوا سوا مسلسل او شيء تمثيلي؟ هلا هيدا وكان يقولوا انه شو انا لازم فوت كمان عن طريق يوسف الخال على لبنان بالدراما. طب اذا حدا زعل من يوسف الخال إيه شركة انتاج او حدا، هالشيء بيأثر على نيكول سيبا؟ مش رح فنس وقال لك لا احساسي، رح اعطيكي مثل علني مش يعني رح يعني احكي يعني اللي بيزعل من هاد الشرارة بيزعل من كارول صقر خلص بالتالي يعني بدون ما فيلي بيزعل من يوسف بس بيزعل لك شغله لا بيزعلوا لما تكون تصريحاتك لما انت تطلع تكوني عم بتقولي شيء يزعلون منك
بس بالعكس او حتى تحت الهواء يعني او حتى بالحياه اليوميه بالعكس انا على تواصل وعلى علاقه طيبه مع ما عندي مشكل مع اي حدا اذا من اللي بالنا فيهم يعني بس ولا بس مره جرحت حدا انا ما ولا بعرف. مره لا بس تبعتك انا يعني على تويتر وعلى السوشيال ميديا وهيك ما بتذكر لو جرحت حدا كان ضلت بفكري ببالي ولا مرة بس لأنه عم تقولي إنه إذا بيزعلوا من فين بأكسوا عين إلا إذا أنت طالعة بمقابلة يمكن هادي بوقتها كان يطلع يحكي عن هادي؟ أشخاص معينة بس هو إنسان يعني هو بالنهاية إنسان صادق وصريح ويمكن ناس هيك ناس بيدفعوا ثمن يعني ثمن صراحتهم وشفافيتهم لأنه الناس ما بتحب الناس الصريحة بتحب الناس اللي بتلوفك بس لما ما بدك تجيب سيرة حدا عشو بدهم ياخدوا موقف منك ولما أنت تكوني عم دائما باي مناسبات كمان عم تعمل الواجب وكذا ليه بنزعلوا منك يعني ما مش مفروض نيكول ليش بمصر مثلا كلهم بيتكتلوا على بعضهم اذا واحد اخذ شي موقف مصري كل المصاروي بيدافعوا عنه نحن بلبنان اذا حدا مثلا ظلم او الصحافه انتقدته او شيء ما بنلاقي كثير ناس وقفوا معه وتعاطفوا معه هيدي ما بعد ترجع من يوم يومهم هيك بحس هي بترجع ل يعني بحس من يوم يومنا هيك نحن من زمان حتى بحس الزمن يعني القديم شوي بتحس كان فلان عنده حساسية على فلان يعني المصريين من يوم يوم لو بالطيارة إذا بيلتقى مصري مع مصري تحية جمهورية مصر أنا بسنو تحية جمهورية مصر عربي إنه يعني عندهم شاربين عندهم هيدا ما بعرف بيلموا على بعض بشكل رهيب نحن عنا بتصير تلاقي في نظرات وما حدا طايق التاني أخذت الجنسية المصرية؟ لا ليش؟ ولا مرة فكرت يعني ما فكرت تهموك بلبنان انك مصريه ابعدوك عن الاعمال اللبنانيه تهموني هلا انا دائما بينسبوني انه يعني مثلا شيء بيضحك كمان انه ليه مثلا ما بتجيب نيكول ما نيكول قويه بالسوق المصري انه مش عم بفهم شو يعني؟ قويه بالسوق المصري ما بتزيد لك ما انت بتجيب ادد فاليو ما انت بتجيب اوقات مصريه او جبت ممثل تونسي علمته ياخذ دور كاركتر لبناني على طول لاجئ لبنان طب ما فهمت وات اف عندك حدا بيحكي مصري ولبناني يعني بيأدي الاثنين ما بتجيبه لانه بس كلمه انه سوقه بمصر قول احسن ما بدي اياها احلى ما تعطيني جواب غير مقنع يعني انه ما بفهم هودي حجج يعني. بيقنع حاله هو فيه يعني انه سوقه قوي بمصر والله انه ما في بس نحن كجمهور اشتغل بعدين هلا شاهد مثلا تلاقي كل الجنسيات يعني المنصات عم تاخذ كل الجنسيات بطلت واقفه على لبناني مصري تونسي سوري بالعكس ما انت اذا سوقك مصري يعني بتستقطبي جمهور كتير كبير بمصر ما هالشيء بزد له لانه لمسلسله هلا صدقيني هول اعذار ليغطي هيدا إذا بدنا نقول هيدا التعتيم يلي صاير على ناس معينة منصير نقول هيدول من قبل مين هالتعتيم؟ نعم؟ من قبل مين؟ تعرفة فنانين غيرك؟ لا شركة لا لا إنتاج لا مخرجين؟ لا من قبل مين؟ شو ما في فنانين غير قاعدين عم بيشتكوا لا في كتير عم بيشتكوا من هالتركيبة اللي صايرة بس مش حرام قاعدين بالبيت يا ست هلا بدي أقول لك شغلة أنا دايما بقولها نحنا يعني نحنا الممثل بالذات سنة تقطع عليه هذا كأنك كبرتيه 10 سنين بمعنى أنه رسماله عمر بده يستفيد من عمره ومن شكله أنت حرام كل سنة عم بيقعد فيها ممثل عم بيفوت عليه لأنه كل عمر له دوره عم بيمرق عليه سوق عم بتعمل جمب أو قفزة عليه بمرحلة عمرية وبنوع أدوار معينة ما بقى فيه خدع ما بالك إذا قعدت 3 سنين يعني فجأة بتكون من طالبة الجامعة للعشقة للأم للتيتا طيب خليني أسألك هني شو ناطرين شركات الإنتاج أنتوا تقدموا لقلون يعني أما كيف شو بدك تقدمي شو بتقدمي CV مش عم بفهم يعني CV معروض علنا عم نقدم على وظيفة مش يعني ما بعرف كيف شي بيزعل هلا قولي بعد يعني انا يمكن عندي بارت الغناء بشتغل بعمل اغاني حبة انا بلاقي حالي كمان كتير على المسرح وباللايف والانترتينمنت وقف ممكن عندي هيدا الشق المهنة التاني كنت بعد يمكن بحس بعد اكتر بالحسرة زيادة طب بعد التفاحة ليه ما قدمت برنامج؟ بعد التفاحة ما بعرف ايه ما حبيت كتير انصب او فوت بخانة انه هيك تجربة انا بقدم مش عم بتعدى انا على كار حدا يعني انا بعمل شي بحبه بحب غني بحب المسرح بحب مبدي بحب اتحرك بحب مثل بس اذا ما انحطيت بالمحل الصح بدور حلو اضافة كنت عم بقلك قبل شوي انا بعمل يعني جوجل كل اعمالي مع اهم النجوم
عندي فخر بس اتطلع يقول لوه شو حقك تكوني فخورة بحالك؟ لو عن جد شو بنرفع راسنا فيك يعني كول؟ لا بتعرف برفع راسي بحالي. بتعرفي مرة طلبوا مني كنت عم بحضر هيك شيء لبروجرام أو لشيء لويب سايت، فتت عم بقدم له عم بحضر لهم بس أنا مع مين شغلة، والله يعني انبسطت وفتخرت بحالي، قلت لو إن شاء الله عني ما اشتغلت بكتفي بس هيدا الأرشيف لحاله، بس بنتي بكرة تبقى تشوفه أنا فخورة. ما بدي أعمل شيء بلا طعمة مثل ما كلهم هلا عم بيعملوا ما هن بيعملوا لانه بيحتاجوا مصاري يعني وقت واحد يعمل دور. لكن لا بسحب كلمه، بعمل كمان كرمال اعمل مصاري، غيرت رايي بدي اعمل مثلهم. برافو، اعملي مثلهم. بدي اعمل مثلهم اكيد. يا مره فقدت تعرفي كم دعايه بارقام رافضه كرمال اقول لا هيدا الايماج. انا كنت بتذكر انه اوعى تحرقي حالي، شو تعملي دعايه دواء غسيل او 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 شيء مثلا سكر او ارقام ارقام قلت طيب خذ هالارقام على راسي عشو رفضت كده عملوهم بمقابله صحفيه بيقولوا كيف بتعمل دعايه عملوا نجمات غيري، حدا قال انه بتعمل دعايه مسحوق مثلا، انه حدا شو فيها او شو المشكله، ليه عقدتها براسي انه ليش فكرت انه هيدي بتقلل لي من الايماج تبعي مثل ما طيب. كانوا يقولوا لفنان سوري عم طول عليك لا خذ وقتك نجم السينما بيقولوا اوعى تعمل دراما تحرق حالك، انت تعرف شو يعني قيمتك نجم شباب. بعدين خلص قلب الزمن صار ما بقى فيه، يمكن عم نوصل لنكون أكثر دراما أكثر، فهمتي قصدي؟ تغيرت الدنيا. طيب هلأ إذا نعرض عليك تعملي ديفيلي دو مود مثل ما كنت تعملي لهاني بحيري بلها وبتطلعي أنه حلوة وطويلة وقياساتك هلأ إذا برقم غالي أكيد بطلعي. هلأ اليوم بتلاقي مثلا برا بتطلع، ما بعرف طلعت مرة نيكول كيد من هلأ مؤخرا ما بعرف لأي براند من بعد ما وصلت لعمر أكبر من عمرك طلعت على الكات ووك هلأ بتكون هي والديزاينر أكيد عشرة عمر أو أخذ رقم بنعملها أكيد أوكي. بزنس إز بزنس بزنس إز بزنس وأنت بتجملي لهم دي فيها. تعرفي شو ذكرت أنت عم بتقولي لي أنه أنا بحب أرقص وكون مهايبرة وأشتغل وأشتغل، ذكرت أنه من أجمل الكليبات هلأ أكيد مع احترامي لك المخرجين ثلاث كليبات اللي عملتهم مع يحيى سعادة، فارس طبعي، فارس أحلامي براحتي طبعي كده، أنا طبعي كده. تتذكري لي يحيى كنت تجني أنت وياه تصالوا للجنون؟ كنا منكمل بعض، ما هو لما اتفقنا ما التقينا، بمعنى انه كملنا بعض بهيدا شعطة الجنون تبع الفن. اخذنا ليه عم قلك في شيء اسمه انه تكوني افانغارديست بكوتي او بناحية معينة، ما عملنا كليبات مثل النمطية اللي كانت ماشي فيها الكليبات، هو عنده هالقبول وانا كمان عندي هالقبول، وصدقيني ما كان كل كليب كنا نتخانق وبيوصل مشكل وانا بقول ما ده شو هيدا الشغل، بفتح الباب وفوت على الاوضه ولو ما بتعملي هيك ما بتنجحي، لانه قد ما متفقين نوصل لمرحله خلص قمه عرفتي قمه الجنون، وكنا نروق ونرجع نعمل ونطلع احلى شغل. وكتير حلوين كتير حلوين. وفيليب أسمر يمكن من القليل الكليبات هو الكليب اللي عمله معك، ياي من أحلى الكليبات، ليش حفضل أحلى لا هو ما عمل كتير كليبات، هو لأن ما عمل غيره يمكن عمل واحد أو اثنين من أحلى الأغاني كأوديو، حسن الشفعي كمان فنان رائع، وهو من أحلى الكليبات كمل الأوديو، شفت بحس الصورة مكملة الأغنية. إن شاء الله تلتقوا بشي مسلسل سوا، افتكر كمان بتفجروا مواهبكم فيليب كمان مخرج ما بيشبع غيره، عنده شعبته مثل ما بيقولوا وبيطلع من حاله، ما بيضلوا محاطط حاله بقالب معين وبيتحدى وبيخلق نوع جديد لدراما، هيك بدي اعمل اضاءة هيك بدي اعمل اضاءة وعمل ستيل جديد للدراما، هيدا حلو حتى بالكليبات او بالتمثيل، انا رح اخلق لكم ستيل جديد مثل ما ألفيس بريسلي خلق موسيقى جديدة ومايكل جاكسون خلق يعني تطلع تغرد خارج السرب. كيف لقيتي ورد الخال مع فيليب أسمر بكارما للموت ليتي؟ ده شهدت فيها أكيد مجروحة يعني بتجنن. نسي إنها بتقرأ بكارما؟ لا ليك هي دايماً كمان عندها دايماً ورد عندها بصمتها بشغلها وعندها يعني ما بتقطع مرور الكرام، بتجي بتقليك مرحبا أنا هون، بتخليك يعني بتجبرك إنك يعني تنتبهي لها وترقبيها، وعندها فايبس حلوة على أي عمل، بحس يعني وجودها بأي عمل بيضيف وبيعطي زبزبات حلوة. طيب هلا دائما وقت فنان ينزل غنية بنكون دغري ناطرين غنية تانية، لأنه ما بقى ينزلوا سي دي كامل، يعني مجموعة أغاني بنزلوا سينجل سينجل سينجل، في سينجل ورا في الفيلينجور. اي صح أكيد، كله يعني ما بعرف كمان شو صاير إذا هي صح أو غلط، إنه كل جمعتين
تنزل غنية يعني لا مش عم نحفظهم مش ضروري هلأ يعني هو أنا هيك عم بشوف عقيمة لك أنا شو قلت عقيمة كان الفنان أول صيفية نزل غنية يشتغل عليها هيك بيقولوا أو أول تشرين يشتغل للعياد يعني كان تاخد وقتها هلأ بتحسي بتفرقع بسرعة وبتنسى بسرعة ليه ما بعرف ما بعرف أنا بقول يعني ما فيه شيء هالسوشيال ميديا غريب يعني قد ما وعلى اليوتيوب بتحسيها بتطلع 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 بالفيوز بتنزل بتنزل بتطلع بتنزل بيحرق لك الشغلة بيحرق لك الشغلة بسرعة قد ما بينعمل عليها ما تركاش هول بيحكوا يلا 24 ساعة ولا عنيها وبترجع بتروق قبل كانت بتاخد وقتها كريشندو بنعطيها وقتها لتخلد لتفكري بالاستمرارية ما تفكري بس هلأ تفرقعي الخبرية فكري لا بعدين إذا هلأ اشتريت 6 ملايين ب 24 ساعة شو خليتي لكن بعد ببين شهر وين مفروض تكوني ببين أنه فيك ما هني بيرجعوا بيخفوا منه بس لحين. أنا صراحة في أو إذا واحد بالصومال عم بغني غني هلأ أنت وصلت للصين للهند لكل هالأفلام بس انه سلمان خال بالهند انا عملت كامبين كتير حلوة اوكي يعني يعني ما بنستغرب اذا عندك معجب هندي يعني على الهند وبمصر ولبنان يعني وين ما بديك المهم عندنا غنية جديدة هلا ان الله راد بدي انزلها كمان رح تكون بوب هيك من اجواء الصيف هلا مفروض نزلها كلمات الحن مين كلمات هيدا غنية صار لي فترة مسجلتها كلمات امير طعيمة ألحان محمد يحيى وتوزيع علي فتح الله هي كنت مسجلتها ولا إلها فترة زمنية بس ما رح تحسي إنه مربوطة بزمن بموسيقتها عن شو بتحكي تقلها فترة زمنية بتحكي تقلها موضوع معي إنه هيدا الباب بفوت جمل إف مع أمير طعيمة مثل لبناني روقش اسمع الباب يفوت جمل في مثل بمصر هيك لنا نقصة إيد ولا رجل احسبها على كل حال انت لا ناقصه ايد ولا رجل ليك انا بحب العب على اصل كلمات الاغاني انا مواضيع الاغاني كتير بحب اوقف عندها لانه انا اول ما بيستهويني اسمع غنيه بشوف عن شو بتحكي فبحس الكلام هو فيرست اتراكشن يعني بالمرتبه الاولى كلمات كلمات لحن توزيع مثل ما هن هيك نيكول هلا صديقتنا دليدا خليل طلعت ترند لانه بيسا عمرو طيب عرفنا لناخذ منها تعليق ما بدها تعلق ليه ما بعرف بركي مبسوطه انه طلع قصه غرام بدها وتضلها دائما مبسوطه انه اوقات هون بدي اسالك اوقات الفنان بحب انه حتى لو طلع شيء مثلا مش حقيقي عن قصه حب او قصه غرام بحب يمشي فيها كرمال ليعمل ترند او ينشهر اكثر بالصحافه يمكن يمكن بس انه هي حدا فريش وكيوت ومهضوم وعمرو دياب يعني كمان انسان مليء بالحياه وكله روح لا صارت صورة ما بنعرف شو هي شو تفاصيلها وما شغلتنا نعرف بس انه صوت يعني انه ما بدها هالقد الناس يعني كل واحد حر بحاله يعني بس بتعرفي انه جماهيريا بلبنان تامر حسني وعمرو دياب عندهم كتير جمهور كتير طبعًا كبير طبعا اكيد طبعا ليش هودي الشخصين مميزين يعني بالوقت اللي مثلا هلا اوقات بيطلع فنانين بيكون عندهم جمهور كتير كبير على اليوتيوب بس اذا مش على الطريق ناس ما بتعرفون بينما تامر حسني بيعرفوه بينطروا بينطروا على باب الاوتيل يعني عامل ثوره هذاك النهار ليكي عندهم ارضيه مش هينه يعني واذكياء عندهم باز مهمه يعني يعني اذا بدنا نحكي كمان الهضبه بعد اقدم اكيد من تامر يعني مش معقوله هيدا الهيستوري عم تحكي ايه انت سنين يعني مش شفتها عم تحكي بس من رصيف نمره 5 وشوقنا اكثر صح لو صلي لا مش معقول يعني انا كل ما بسمع له غنيه مربوطه كمان عندي بذكرى يعني بذكرى حلو يعني مش معقول وتامر كمان ذكي قدر كمان انه بالتمثيل انه كمان هيدا الشريحة اللي عملها كمان بالسينما مع الاغاني حبيتي في الانتاج أو ما تاك. شفته بس سمعت عليه very good feedback انه كتير مهضوم وتامر هو بحب دايما يعكس الروح الحلوة والزبزوات كتابته الحانه واخراجه هو بحب وقصته. بحب يعمل كل شيء قد ما هو فوكس كتير بحب يعمل كل شيء ويفوت بكل تفاصيل يمكن الناس بتفكروا انه عم بيتعدى على كار غيره على مهنة غيره او بس هو قد ما بالعكس يمكن قد ما بحب التفاصيل وبيخاف على شغله بصير بيوصل لمرحلة بده يدخل مع مين بتغني ديو من المصريين مع مين بغني ديو من المصريين تما احرجك باللبناني حسأل ما بعرف مع الكل ما عندي حتى بتحسي جون بيشبهيك ولا بتصدقي هلا كثير عم بحب وكثير عم بحب اختياره للاغاني ونمطه محمود العسالي
حلو. محمود العسالي اول شيء نمط اغانيه شبابيه، وتش انا بحب هيدا اللون، لان انا كمان بحب دائما اختار الاغاني البوب ايقاعيه بتحكي جيل الشباب، حفلاته بنطنت فكتير، وانا ويا اصحابه بيعرفوا هو رايي فيه، فكتير انا عم بحب اختياراته ان شاء الله لكين. انا بحبه العسالي، شاطر كتير والله يوفقه، عامل سكسي كتير حلو ان شاء الله، والله يوفقك انت كمان نيكول. شو عنا مشي جديد غير هاي الغنيه اللي بفوت هلا عندي الجمل هلا هلا أغاني. لا هلا هلا كثير صابه عندي اكثر من اغنيه الصراحه. أوكي. بس هيدا لانك سالتيني عنها هيدا بدي نزلها. بس هلا مركزه اذا شيء بالغناء، لنشوف هلا موسم التمثيل، هلا بتعرفي بعد الصيف كله بده يبلش. هلا مهرجانات وغناء وحفلات والناس بتشوق تشوف اذا في بعد بتحبك على المسرح. يعني انا كمان شفت حالي هستيرية بجميزي، شفت حالي يعني أنا بحب حالي انه نيكول على البلكون بعد شوي رح ياخذوها يحملوها ويمشوا فيها. سوري مش بحب حالي، انا بحب كون قصدي اكتف على المسرح، بحب الطاقه، ما بقدر يعني حتى يعني في شيء لحالي رغم عني في شراره هيك بتطلع وبيلبقلك وبيلبقلك وبتنكب تلقائيا على الناس، ما بقدر، بجرب اضبطها، بجرب اقول يا عم اهلك ما بقدر، بحس هذا يمكن حب الحياه سيطرنا على المسرح. هيدا انرجي ما اي كان نوت كنترول ات. يلا ان شاء الله لكين موفقه بالمهرجانات الصيفيه نيكول، وضلك موفقه من عمل لعمل، وضل لنا عديد من اللقاءات معك ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، لانه انت كمان لذيذه وحماسيه بالمقابلات وصريحه. انا هيك بحياتي هيك ما بحب انه فوت عليك الا ما هيك، بحب يكون جايبت لك معي انرجي، انا بآمن الطاقه هي اللي احنا بنعيش هتيه. بالطاقه هيك كيف من المي شفتي هاي الانرجي ما فينا نعيش بلاها، فبحب اعطيها للحوالي. اي لايك تو سبريد انرجي. بعدك بتخافي وقت تطلع على المسرح؟ ليه حسيت الشيء؟ بدق قلبي بس بعدين ما في بنسى بطل شوف قدامي. طيب وقت تنزل على المسرح تحزني انه كيف كل هالناس حدك؟ يا ما بضلني بدي اقعد افكر شو عملت وشو صار، وكون عم بشوف كل حدا، صدقيني باخذ بنتبه على ادق الطف، كل وجه انا بكون شايفته، مش انه ما بكون شايفه، كل وجه بكون منتبه عليه. قبل زواجك وبعد زواجك فرقت النزله على المسرح؟ يعني قبل كنت تنزلي تروحي تقعدي وحدك، هلا بتنزلي تقعدي مع عائلتك، بتفرق؟ اكيد بدي اقعد قيم، بدي اقعد اي مفكر وشوف شو صار وشو عملت صح ومين قال لي. يعطيكي ملاحظات يوسف الخان؟ يعني بتعرفوا حياتنا قد ايه صعبه. شو بيعطيني ملاحظات؟ اكيد بيعطيني ملاحظات، خاصه اذا هو بالحفله هون كان معي، في اوقات حفلاته ما بيكون. بس ايه اكيد بنقعد نعمل تقييم للامور. من شي هيك بتنجحي ان شاء الله. ان شاء الله يعني انك بتعملي اللي عليك وعلى قد نيتك الله بيعطيكي، اهم شيء انه واحد انا كثير مبسوطه وعندي اكتفاء، يعني اللي حققته راضيني، يمكن هذا اللي خلق لي. بس انا بحس انه بعد رح تحققي اكثر بكثير اذا عجبني شيء. ايه بس انه هذا الغربله، هذا الزمن اللي بتغربه اللي عم نعيشه على كل الاصعده فنيا وبالحياه، ما بس مع الغربة ليه بضل الأصيل؟ ما بيشبه اختياراتنا، صدقيني في ناس مثلي بهذا المجال بالفن، فنانين اللي عم بيصير ما بيشبه، من احنا مش هيك يعني، عنا غير expectations، عنا غير قصص عملنا عليها. خلاص خليت شوي ورا الكورونا، هلأ بيجي عم بتشوفها. ايه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، بس مهم دايما اشتغل شيء بحبه وما اعمل شيء الا على حسب قناعتي، هيدا بوعد الناس فيه. نيكول سيبا ان شاء الله من نجاح لنجاح، واهلا وسهلا فيك. ميرسي على القهوه. عندك كلمه اخيره تفضلي؟ لا بدي اشكرك اليوم على هالمقابله، حسيت انه قاعدين بالبيت. اي ما هيدا فرش بيت. انا بندفع يعني بتكبي لي الكلمه وانا بس يلا اشتقت لك. دائما رح نستقبلك لانه نحن كثير بنحبك، وبدي اقول لك انه جمهورنا يعني ملايين الناس اللي بتحضرنا او بتقرانا اراوند ذا وورلد بحبوك كتير، ما فيني خبرك قديش بيسألوني عني. مرسي. أنا هون بدي أشكر موقع الفن على تغطية دايما بكل أعمالي بكل حفلاتي وجباتنا كمان، بشكركم دايما يعني ويعطيكم ألف عافية. أصلا واللي عم تكبر المصداقية كل الشباب بحبوك هون يلي بيشتغلوا بنا يعني عندنا 170 موظف من اي تي وكل هودي كلهم. انتوا دائما انتوا الجند اللي ورانا دائما، اللي يعني من وراكم الناس بتعرف كل شيء عم بيصير معنا، وانا دائما ممتنه لكم على طول. ميرسي. ان شاء الله نضل دائما عند حسن نيتك. ثانك يو. حسن ظنك بالاحلى. اكيد اكيد. ميرسي كثير نيكول، واهلا وسهلا فيكي، وانا بشكر كل المشاهدين، تراقبونا الاسبوع المقبل.